السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا الجمال والحلاوة، من نص كيلو دي عملنا فينا اهو حلمين، وادي كمان رغيف لسه ني لسه ما تعملش في اي حاجة. هنعمله دلوقتي، بصوا اللهم صل على النبي، اربع ترغيفة بنعمل بيه من نص كيلو دي. بصي ده لسه هيتحط في الفرن، وادي اتنين عملناهم وواحد في الفرن، وادي ما شاء الله شاورما. بص شاورما فراخ في منتهى الجمال، تتاكل معاهم زي الفل بألف هنا وشفا.